ما تخافش مساء الجهنم ما بيس المصير اخويا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما كنشوفوا الاخ الماسون عاوتاني يفرش القضيه. دابا بغينا نعرفوا غير تفاهموا مع بعضياتكم دابا، واش السيده مضروبه للراس ولا كيعرفوا فين يضربوا؟ السيد شاف بعينيه وقالك بانهم كيعرفوا فين يضربوا، ضاربين غير لتحت يعني ما ضاربينش راه للراس. والسيده دخلت في غيبوبه وجاتها ايموراجي، والسيده مابقاتش عاقله على شكون امها وشكون باها كيفاش ما فهمناش حنايا كيفاش السيده مضروبه لتحت وغير زرقاء يعني عادي، اي غير تخبطي مع شي عود ولا شي حاجه راه كتزرقي. كيف السيده جاب المخ للعظم الجسم للزروقه ما فهمتش. الله يرحم لكم الوالدين لما جمعوا معنا راسكم واحد الشويه وبارك علينا من التمثيل. ما تخافش دايما عليها ارحم بي وراني هبلتني صافا مين ولا قرات لي شي حاجه فاتحه كنخليه للتخت دنايت 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 صافا هبلتني صافا صافا وما حتاتني صافا مين جهل خدير لي هاد صافا مين جهل وكراني ما نمشي لعمره كاع صافي هاد العمره هذا ساكن حاضر ما نمشي صافا هبلتني صافا مين تعال تبلتي وجلا مين تعال تشهر عليها انا راني علاش يلا يمكنك الضرب في الراس الضرب هنا الضرب في الكلاوي الضرب في الراس الضرب هنا الضرب في الكلاوي تيضربوا مطورين تيضربوا ما تيقولوش نبينوا الضرب في الراس ولا في الوجه تيقولوا نضربوا من هنا لتحت حتى طريقه الضرب تيعرفوا يضربوا محترفين شي شويه وحشومه وعيب الضرب في الراس الضرب هنا الضرب في الكلاوي تيضربوا مطورين تيضربوا ما تيقولوش نبينوا الضرب في الراس ولا في الوجه تيقولوا نضربوا من هنا لتحت حتى طريقه الضرب تيعرفوا يضربوا محترفين شي شويه وحشومه وعيب.